اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سبايف حديث عراقي. في اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من حزيران من كل عام، وجه الامين العام للامم المتحده رساله مصوره قال فيها بالنص: لقد اضطر ما يقرب من 80 مليون امراه وطفل ورجل في العالم الى ترك ديارهم ليصبحوا لاجئين او مشردين داخليا. والأدهى من ذلك كما يقول الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته أن 10 ملايين من هؤلاء الأشخاص فروا في العام الماضي وحده. طبعا اليوم العالمي للاجئين اللي صادف كما قلنا في 20 من حزيران من كل عام صار مناسبة لاستذكار أو لعرض هموم هذه الفئة الواسعة من البشر، لعرض همومهم وقضاياهم ومشاكلهم. هؤلاء الذين تعرضت حياتهم لمخاطر كبيرة واضطروا بسببها لترك أوطانهم والبحث عن أوطان أخرى بديلة، أو نزحوا من مدنهم وأماكنهم وبيوتهم داخل وطنهم ولم يعبروا الحدود. هذه المناسبة صارت لتسليط الضوء على هذه المعاناة الكبيرة لهؤلاء الناس وبحث السبل لتقديم العون لهم. هكذا تنظر الأمم المتحدة، هكذا تنظر الدول لهذه المناسبة. غير أن تخصيص يعني يوم للاجئين بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 كانون الأول عام 2000، والذي حدد هذا القرار حدد يوم 20 أن يكون اليوم العالمي للاجئين هو 20 من حزيران تزامنا مع يوم اللاجئين الأفريقي، لأن أفريقيا عانت كثيرا من اللاجئين لذلك لذلك يعني اتخذوا هذا اليوم بالتزامن مع يوم الأفريقي للاجئين، فصار اليوم العالمي للاجئين هو 20 حزيران من كل عام. لكن ذلك لا يعني أنه معاناة اللاجئين وأن اللجوء قد بدأ في ذلك اليوم. اللجوء بدأ قبل ذلك بكثير، ومعاناة اللاجئين كبيرة جدا لا ترتبط بهذا التاريخ. 80 مليون لاجئ الآن في العالم أو نازح وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة لم تولد أو تتفاقم معاناتهم بتزامن مع هذا اليوم. ولأن حديثنا في هذا البرنامج حديث عراقي، لذلك فأني سأتحدث عن هموم ومعاناة اللاجئين من أهلنا في العراقيين سواء في الخارج أو في الداخل من النازحين. يعني اللي في الخارج اللي يبحثون عن وطن غير عراقهم مع الأسف، ومثلهم ملايين النازحين العراقيين اللي يبحثون عن سقف يأويهم من تقلبات الجو أو يد أو وظيفة أو عمل أو يد تعطيهم خبزة يومهم أو طبيب يداوي أطفالهم ومرضاهم. أما البحث عن إنهاء هذا الملف، إنهاء هذه المعاناة، هذا صار حلما في ظل حكومات طائفية، في ظل الفساد، في ظل الخراب، في ظل التدمير الذي يجتاح العراق منذ عام 2003 لحد الآن. المفوضية الآن من يراجع قوائم المفوضية العليا اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فيما يخص اللاجئين العراقيين منذ عام 2003 لحد الآن، سيجد أن عدد اللاجئين الذين خرجوا من العراق وذهبوا بحثا عن أوطان المسجلين في الأمم المتحدة في قوائم المتحدة أكثر من 5 ملايين. أما الذين لم يسجلوا أسماءهم، لم يسجلوا في هذه القوائم التابعة للأمم المتحدة، فيبلغ عددهم نحو 3 ملايين. فبالتالي هناك 8 ملايين عراقي بينهم، يعني الغالبية العظمى منهم من كفاءات العراق من أطباء ومهندسين وصيادية وعلماء وأساتذة الجامعات وغيرهم، ممن نجوا من الموت والقتل والتنكيل وهربوا بعوائلهم وهربوا بأنفسهم إلى الخارج. يضاف لهم نحو 6 ملايين عراقي كانوا من النازحين اللي تركوا اضطروا إلى ترك بيوتهم ومدنهم يعني بسبب السياسات الطائفية وبسبب التغيير الديمغرافي، وخاصة بعد عام 2014 عمليات ما سمي بعمليات تحرير المدن من داعش، وظلوا في هذه المخيمات، مخيمات الظلم والجوع والقهر لسنوات طويلة. الآن على الأقل كل الإحصائيات تشير إلى أنه عددهم يتجاوز 2 مليون مواطن عراقي يعيشون في هذه المخيمات
بلا رعاية، وملفهم ملف اللاجئين والنازحين ملف منسي في العراق الحقيقة، لا يتم تذكره إلا في أوقات الانتخابات. هذا الملف يخرج في أوقات الانتخابات ليكون على طاولة المساومات المزايدات، وعندما تنتهي وهناك وعود وتصريحات كثيرة عن إنهاء معاناة النازحين، وحالما تنتهي الانتخابات يعود إلى أحد الأدراج ويقفل عليه للانتخابات القادمة. هكذا وحال اللاجئين. الإحصاءات الأخيرة للأمم المتحدة تتحدث عن أنه في عام 2019 فقط أهل العراق من اللاجئين طلبوا يعني اللجوء إلى 35 دولة في العالم. عدد الذين فروا من العراق عام 2019 فقط، هذا العراق الديمقراطي والحر والمستقل والمزدهر، فقط في عام 2019 اللي فروا 53,240 مواطن عراقي. هؤلاء يعني فروا في ظل حكم أحزاب تدعي أنها جاءت من أجل المظلومية وترفع شعار الحسين من أجلنا في بناء الإنسان والوطن، ويرددون بمناسبة وغير مناسبة، دائما ما يرددون هيهات منا الذلة. وهل هناك ذلة أكبر من ذلة اللجوء والنزوح وترك بلدك وترك بيتك وترك مدينتك وأهلك والعيش في هذه المخيمات والتعرض لكل أنواع العذاب أكثر من هذه ذلة؟ ويتحدثون عن الذلة، أي ذلة هذه؟ أيضا خلال هاي رحلتهم هؤلاء 53,240 عراقي، خلال هذه الرحلة فقدوا 57 عراقي ماتوا في هذه الرحلة، أما غرقا أو بسبب أمراض أو بسبب مصاعب الطريق. في الأشهر الخمسة الماضية من عام 2010 من شهر الواحد إلى الشهر الخامس، الأمم المتحدة تتحدث أنه عدد الذين فروا من العراق 15,650 عراقي ماتوا، منهم مع الأسف الشديد 25 عراقي أيضا غرقا وفي صعوبات الطريق. هذا هو العراق، وهذا شكل يوم المهجرين الحقيقة، ويوم الهجرة في العراق. هذه هي المناسبة التي يحتفلون بها. ثقافة الهجرة في العراق لم تكن موجودة حتى عام 2003، ظهرت هذه الثقافة وصارت خلال 17 سنة جزء من تكوين وفكر العراقيين وثقافتهم ووجودهم. الآن أي استبيانات تجري، وجرت كثير من الاستبيانات من عام 2003 لحد الآن مع الشباب. غالبية الشباب الطلب الأول له هو، أو الأمنية الأولى له هي الهجرة من العراق مع الأسف الشديد. في آخر استبيان جرى قبل شهور حولها نفس الموضوع، ظهر أنه يعني أكثر من 95 إلى 97% من الشباب كانوا يبغون يعني الطلب الأول لهم هي الهجرة إلى خارج العراق، لأن كل الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية كلها منهارة وكلها طاردة لهم، فيبحثون عن وطن ويبحثون عن حياة خارج العراق. لكن المثير في هذا أنه 99% ممن شملهم الاستفتاء من الذين طلبوا يعني 99% من الذين طلبوا اللجوء والهرب من العراق كانوا من أبناء الجنوب، من أبناء المحافظات الجنوبية التي تدعي هذه الأحزاب أنها جاءت من أجل مظلوميتهم وجاءت من أجل رفع المظلومية والحيف عنهم وأنهم حاضنتها. هذه هي الكارثة الكبيرة. أبناء العراق يهربون من بلدهم لأن بلدهم طارد، يهربون من الموت إلى الموت، يهربون من الموت إلى المجهول بسبب هذه السياسات الطائفية والتخريبية والفساد والخراب والدمار. الحقيقة القضية أكبر من كل ذلك، وهذه الحكومات تعودت منذ عام 2003 لحد الآن في يوم اللاجئين تستعرض بعض الصور لأجل إقناع أو تضليل الآخرين بأنها مهتمة بقضية اللاجئين، وآخرها يعني رئيس مجلس النواب الحالي يظهر مع وزيرة الهجرة، يستقبل وزيرة الهجرة والمهجرين وعرضت صورهم وتحتها عنوان يعني خبر لبحث سبل إنهاء أزمة النزوح، وذلك بالتزامن مع يوم اللاجئين العراقي. فأي كارثة يعيشها العراق في ظل هذه الحكومات الفاسدة والمخربة والطائفية. أترككم بخير والسلام عليكم.